ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما مستمتعين معانا بكل جديد. النهارده هنقدم حلقه غير عاديه، هنتكلم عن لعبه جول اوف وير، لعبه من احسن لعب العالم، لعبه بتتكلم على العصور الوسطى واله الحرب ورياكشنات كده غريبه هتعجبكم جدا. فالنهارده الحلقه هتبقى مختلفه خالص، وهنقدم اللعبه نظام حلقات وهنقطعها كده بطريقه مختلفه عشان تعجب المشاهد وتشد المشاهد. وغير كده كمان هنقدمها عشان اللي يعرف اللي عايز يلعبها وعايز يتعلمها تبقى سهله عليه، ما تبقاش من صعب عليه. نقدمها كده عشوائيه والكلام ده لا، هيبقى فيها نظام. الحاجة التانية هنقدم لعبة مدبلجة هتعجبكم جدا جدا جدا. طبعا البلاي ستيشن عودنا على الألعاب الممتعة، لأن ألعاب البلاي ستيشن مختلفة شوية في الجرافيك في الجيمز بتاعها. فإن شاء الله إحنا بنحاول نطور القناة ونقدم لكم كل جديد. ويا ريت اللي هيعجبه الفيديو يشترك في القناة ويفعل الجرس ده كله، ما تنسوش اللايك والتعليقات، وتابعونا إن شاء الله في كل جديد. يلا نبدأ مع جود أوف وير. دي كده لعبة جود أوف وير يا جماعة، أعمل لكم ملخص كده ليها إن شاء الله يعجبكم. هنا بنو يصطاد الغزالة، وهنا هو الراجل وهو داخل على زوجته وبتاع لما ماتت. هنا كل واحد ليه قصه، وقصه جميله جدا. اللعبه بتتكلم على العصور الوسطى، وبتتكلم على اله الحرب والحاجات بتاعت زمان دي. هنا لما هيولع في مراته بقى لما ماتت، طبعا النظام بتاعهم التقاليد ديت غريبه. هنا برضو دي ليها قصه، وده ابنه. كل واحد هنا ليه حوار. ابنه على فكره مش ظاهر غير في الجزء الاخير اللي هو دوت، ده الجزء الخامس يا جماعه. اللعبه خمس اجزاء، ده الجزء الاخير. هنا كل واحد ليه قصه وليه حوار، وقصه اللعبه جميله جدا، من اللعب اللي بامانه شدتني وحبيت فعلا ان انا اختارها والعبها. وقلت انزلها نظام حلقات ونظام مختلف، لان شفت ناس كتير قوي منزلينها مهربده مش منظمه. لا، انا هنزلها بطريقه مختلفه، هنزلها نظام حلقات. من اللي عايز برضو يلعبها ويتعلمها ويكون حابب يكون عجب بلاي ستيشن وعايز يتعلمها ويبقى عارف اللعبه ماشيه ازاي، نظامها عامل ازاي، ما تبقاش اللعبه كده متهربده. اعملها نظام حلقات واعمل لها سلسله كويس جدا، وبدا اغير حاجات كتير قوي، لان احنا ان شاء الله بنحاول نطور القناه ونحاول دايما ندعم كل جديد عشان برضو المشاهد يستفيد. فان شاء الله برضو ادعمونا، واللي يعجبه الفيديو يشترك في القناه ويفعل الجرس بالكل. ما تنسوش برضو اللايك والتعليقات. لو في حاجه برضو عايزين تقولوها وتعلقوا عليها يا ريت تقولوا لنا عليها نحاول نعدلها. هنا ابنه لما اتخطف، طبعا هو بقى في النار وبتاع، فالقصه هنا ابنه برضو لما اتصاب، فطبعا جاي بيخبط على عليها وخليته. فحوار هنا كل واحد ليه قصه وليه حوار. طبعا مش هحرق الدنيا هنا، مش هحكي على قصه حاجه الا ما نبدا اللعبه وكل حاجه هتتشاف، لان انا بدا اعملها بطريقه مختلفه جدا، ونظام الحلقات مع الحاجات اللي هنزلها طبعا مع قصة اللعبة هتعجبكم إن شاء الله. الجرافيك برضو بتاعها عالي جدا وعاجبني، يا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو واللعبة تعجبكم. وهنا ده برضو بتاع طبعا شكل في مساحة غريب جدا، يعني من الحاجات الغريبة اللعبة فيها وخش حاجات شكلها غريب كده هتعجبكم إن شاء الله. أنا عاجبني تقسيم اللعبة جدا 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 يا جماعة، في حاجات اللي عاملة زي الأشباح برضو، دي برضو حاجات شكلها غريب وابن عمال يوصلها كده. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وتابعونا دايما في كل جديد ودعمونا، واحنا بنحاول دايما نقدم لكم كل جديد ان شاء الله. نشوفكم في حلقه جديده مع جود اوف وير. مع السلامه.